السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك يا عمر. وعليكم كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس يا شيخ، معلش. اتفضل. دلوقتي أنا كنت اشتريت محل تجاري اللي هو بشتريه بستلمه كمان 5 سنين، فكنت بعرف موضوع اللي هو أحتمل بيوع والكلام ده، فلقيت اللي هو البند بتاع لا تبع ما لاش عندك، هل أنا عفوا كده عفوا عفوا اشتريته؟ اصبر اصبر. المحل التجاري الذي اشتريته مبني او غير موجود على الارض؟ لا غير، ما يعني الشركة متخصص لها ارض وابتدت في الحصد وابتدت في البناء. لا يجوز هذا، مع اننا اعرف من يخالف في ذلك، هم المقاولون يخالفون في ذلك. لا يجوز ان تشتري شيء غير موجود. بارك الله فيك. طب لو كنت اشتريت وخلاص، خلاص امرك الى الله، شوف حل مشكلتك معهم. شكرا، اذا انت ابتليت لجهلك انتظر لما يبنون خلاص، خذ حقك، معذور بجهلك حينئذ.